لنصري. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك. إليك يا رب أصرخ إلهي. اقرأ أبونا الأفاشين هذول. فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى العبرانيين. يا إخوتي، إذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات يسوع ابن الله، فلنتمسك بالاعتراف لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لأوهاننا، بل مجرب في كل شيء مثلنا ما خلا الخطيئة. فلنقبل إذن بثقة إلى عرش النعمة لننال رحمة ونجد ثقة للإغاثة في أوانها. فإن كل رئيس كهنة متخذ من الناس يقام لأجل الناس فيما هو لله، ليقرب تقادم وذبائح عن الخطايا، قادراً أن يشفق على الذين يجهلون ويضلون، لكونه هو أيضاً متلبساً بالضعف، ولهذا يجب عليه أن يقرب عن الخطايا لأجل نفسه كما يقرب لأجل الشعب. وليس أحد يأخذ لنفسه الكرامة، بل من دعاه الله كما دعا هارون، كذلك المسيح لم يمجد نفسه ليصير رئيس كهنة، بل الذي قال له: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك، كما يقول في موضع آخر: أنت كاهن إلى الأبد على رتبة مليك صادق. السلام لك أيها القارئ ولكافة الشعب. فصل شريف من بشارة القديس مرقس الإنجيل البشير التلميذ الطاهر. أولئك يا رب المجدولة. قال الرب: من أراد أن يتبعني فليكفر بنفسه ويحمل صليبه ويتبعني. لأن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن أهلك نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل يخلصها. فإنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أم ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ لأن من يستحي بي وبكلامي في هذا الجيل الفام أسق الخاطئ، يستحي به ابن البشر متى أتى في مجد أبيه مع الملائكة القديسين وقال لهم: الحق أقول لكم إن قوما من القائمين هاهنا لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله. قد أتى بقوة مجد لك يا رب.